عمل المشين وهو اللواط مثلا، او في جانب الصالونات النساء كالسحاق وغير ذلك بالنسبه للنساء، هذا افساد في الارض، هذا عقوبه الاعدام غير القانون. شو ممكن تعمل غير المؤبد بالاعدام؟ يعني في الشريعه الاسلاميه اللواط، اللواط اذا ثبت يرمى من من من, من مبنى عالي. طب انت شو بتعمل فيهم؟ انا حقيقه يعني استخسر فيهم الاعدام. والله هؤلاء ينبغي في الواقع ان يوضعوا في مكان عام ويجلدوا ويعذبوا حتى يعني تظهر حقائق هؤلاء الناس ويكونوا عبره لغيرهم، لان هؤلاء يعني بلاء على المجتمع وباء على المجتمع.